لابد ان احنا نساعد في رفع الوعي المجتمعي للمواطن، يبقى عارف حقه ايه، يبقى عارف كيفيه التواصل مع اجهزه الدوله عشان ياخد حقه في هذه المنظومه ازاي. من محور الرقابي وهو دور اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان الجهاز لابد ان يفتتح فروعه في كل المحافظات. احنا وجودنا النهارده عشان ننسق لفتح فرع اقليمي في يغطي محافظه الدقهليه وتعدادها السكاني كبير. الشكوى حق المواطن طبقا للدستور والقانون، والقانون بيلزمنا احنا كاجهزه دوله ان احنا نتفاعل معاه ونعمل على اليات التواصل مع الجهاز من خلال رقم المختصر 19588 في خدمة المواطن الرقيب 0128-166-1880، موقع الجهاز، صفحة الجهاز الرسمية. عملنا مقر للجهاز، المقر خلص بالفعل، إن شاء الله هنعمله حفل افتتاح الأسبوع الجاي، والمقر فعلا اتجهز واتفرش وكل حاجة، لكن هنعمله افتتاح رسمي الأسبوع القادم إن شاء الله، ويشرفنا تاني مع اللي هو الافتتاح. جهاز حماية المستهلك هيبقى هو داعم للمستهلكين عشان كل السلع اللي المفروض تبقى معروضة في كل المحلات تبقى عليها أسعار واضحة، وأي شكوى من المواطن بيلجأ للجهاز، الجهاز فورا بيتحرك، هتبقى في عربيات كمان ان شاء الله في الشارع، مجرد ما بتتصل على تليفون بتروح له على طول مباشره، بتشوف له المشكله وبتحاول تحلها.